أولا بشكر حضرتك على الكلام اللي قلته عني في الأول ثانيا أنا مبسوط جدا أن أنا متواجد مع حضراتكم هنا في مؤسسة كبيرة زي مؤسسة أخبار اليوم شرف كبير ليا ثالثا طبعا بالنسبة للمسلسل يمكن ده من أسرع الأعمال الفنية اللي أنا وافقت عليها آآ آآ طبعا انا كان كل الناس عارفه ان الفتره او الكام سنه اللي فاتوا دول كان عندي ظروف عائليه كبيره يعني كانت بتخليني ما بعرفش اشتغل كتير قوي نتيجه التزامي يعني بامور عائليه يعني فلما حبيت ارجع تاني وده خلاني ما قدرتش اعمل حاجه طبعا في رمضان برضو اللي قبل اللي فات ده فكنت حابب لما أرجع أعمل حاجة، كنت بصراحة من جوايا نفسي أعمل دراما شعبية ما كنتش عملتها قبل كده لأن أنا دايماً لو عملت عمل ولقى يعني شيء من النجاح بتلاقي دايماً المنتجين دايماً عايزين يعملوا نفس العمل لنفس الفنان عموماً حتى لما بتفرج على برامج قديمة في ابيض أسود للفنانين بلاقي نفس المشاكل اللي عند نفس مشاكل الصناعه ونفس مشاكل الفنانين اللي بيتكلموا فيها وان النمطيه وتحديد الادوار ده موجود عبر الاجيال كلها لكن الواحد دايما بيحاول انه يغير على قد ما يقدر بالمتاح قدامه بظروف الصناعه بانك تلاقي ورق كويس يعني في عوامل كثيره جدا بتخلي الواحد في صعوبه بالنسبه له في التغيير ودي نقطه يعني مهمه جدا حابب ان انا ابقى اوضحها يعني لاحقا في في حديثنا بالنسبه للجمهور يعني لكن لما جالي الورق بتاع بابلو وحكى لي عليه الاستاذ ممدوح شاهين فاول لما بصراحه بيحكي لي حاجه جوايا كده اتشدد جدا بس حاولت ابين له ان انا ايه مش مهتم يعني انه عادي عشان ايه انا كنت في عمل تاني هعمله يعني وبعدين فانا قاعد احاول ايه اطلع اي حاجه وحشه في العمل عشان ايه لان انت نفسيا كنت انا مركز في مشروع تاني فقلت له طب اصل مكتوب انه حاجه قال لي مكتوب 10 حلقات وفي زماننا ده اللي معاه 10 حلقات يعني <applause> <يا حلي. تصفيق> بدري حاجه كبيره قوي وكنا قبل رمضان بكتير فقلت له طب هات قريت خدت المسلسل بعد ثالث حلقه قفلت وكلمته قلت له هعمل مسلسل و... ليه لان انا لقيت ان اولا دايما لما بتلاقي فنان او حد بيعمل حاجه ويروح أو... و... و... يعمل حاجه تانية حتى لو في حد اتقدمت قبل كده بيبقى ليك طعم مختلف يعني انا مثلا عملت رومانسي مثلا ونجحت فيه وحضرتك عملت اكشن ونجحت فيه لو انا جيت اعمل اكشن هيبقى ليها طعم مختلف وكذلك لو جيت تعمل الدور بتاعي يعني هي الفكره بتبقى كل فنان بيبقى ليه ادواته بيبقى ليه موهبته وطريقته المختلفه في تقديم العمل. فعجبني جدا الورق بعد ما قريته واتحمست له جدا وبدات بقى اذاكره وعملت بقى ايه يعني زي اه <applause> اه واعداد بقى كتير وقعدت اشتغلت عليه في في, في, في محاور كتير جدا يعني